طبعا كلمتين على الصبح كده، لان طبعا ما لحقت اصور في الاستوديو، هتلاقي الصوت مش مظبوط شويه، لكن على خروج منتخب مصر من الكونغو خساره مستحق وخروج مستحق، واحنا ما نستاهلش التاهل. وبالفعل اول مره الكره يعني تمشي مع اللعيب، الفرقه اللي بتكسب باللعب وبالكوره وبالاسلوب مش بالحظ. احنا برضو رحنا لضربات الجزاء، ليه بقى؟ لان برضو معتمد على ابو جبل. شيل يا ابو جبل، زي البطوله اللي فاتت لما السنغال كانت بتغسلنا نتزنق وروح يا ابو جبل. هي دي كده، انت ما بتلعبش كوره، مستني الكابتن فيتوريا وطبعا المتبرطيه منهم حازم امام يطلع يقول لنا طبعا ايه اسباب خروج منتخب مصر، وايه اللي احنا ما توفرش لفيتوريا، مع انه مع الوقت جاي قبلها بفتره، مع كام شهر لعب ماتشات وديه، كل حاجه حتى لبن العصفور طلبه وراح له. فعايز اعرف ايه اللي ما خلاش منتخب مصر يلعب كوره من بدايه من موزمبيق وغانا وكاب فيردي وخساره قدام طبعا الكونغو. الحمد لله ان خسر كده. وعلى فكره عايز اقول حاجه، الحمد لله ان احنا خسرنا كده. احنا كانت يعني انا كنت خايف من سيناريو تقيل، تروح تلعب قدام فرقه تشيلك ستة سبعة. يا جماعه احنا في مصر ما عندناش كوره، قسما بالله ما عندنا كوره، احنا عندنا تطبيل. حتى الاهلي لما بيكسب بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا فاضيه، ما عادش عندك لعيبه، اللعيبه كلها بتلعب بره يا جماعه المحترفين. لعيبه الاهلي موجودين اهو، لكن انت بتلعب بطل على عيال عندها فلات فوت. الانديه الافريقيه ما عندهاش فلوس تجيب لعيبه، ما عندهاش تصرف على اي حد، ده بتبيع ولادها عشان تاكل عيش. فاحنا بنقيس الكوره غلط. هي دي المنتخبات، وشفنا البطولات المنتخبات الافريقيه كله في طفره. ليه؟ لان الناس دي ما بتجاملش، الناس دي بتلعب باسم بلدها، الناس دي بتلعب على اسم بلد. يعني السنغال عندهم اكاديميات بتسفر بره، بتلعب بره في اي دوري، اذا كان فرنسا، اذا كان اي دوري، المانيا، اي دوري، بتطلع العيب بره. عشان كده بتشوف المنتخب السنغالي قوي وبطل، وصل كاس عالم ووصل وفاز بطوله افريقيا، وجاي النهارده جاي البطوله دي برضه، مع انه هيلاقي منافسه صعبه جدا انه يلعب على البطوله. المنتخب المغربي بيطلع اكاديميات وعنده منتخب قوي، يمكن المنتخب المغربي اللي مكمل، لكن انا بقول اهو هيلاقي صعوبه كبيره جدا انه يتوج بالبطوله. وانا بقول من وجهه نظري البطوله دي منتخب يمكن من المنتخبات اللي ما خدتهاش قبل كده هو اللي هياخد بطوله امم افريقيه. بطوله امم افريقيه دي بطوله المفاجآت وبطوله المنتخبات الجديده. الكره اتغيرت، اللعيبه الافارقه المحترفين رجعوا بيلعبوا بحماس وجايين يلعبوا كوره، وهو ده اللي ادى البطوله يعني وزن. والمباراه ما عادش انت عارف مين اللي هيكسب، يعني خروج المنتخب الجزائري، خروج المنتخب التونسي، خروج الفراعنه اسما بس. فراعنه ايه بس؟ احنا بنقول فراعنه، فراعنه ده جيل محمد شوقي، حسن عبد ربه، جيل ابو تريكه، جيل محمد زيدان. هي دي البطوله اللي كانوا بيلعبوا يوم ما لعبوا قدام البرازيل، عملوا جيم عالي. هو ده الجيل اللي كان بيتحكم في الكوره، بيتحكم في رتم الكوره، لكن انت هنا بتلعب رد فعل بس، ما بتعملش اي حاجه ثانيه. منتخب مصر خسر عن استحقاق وخروج، يعني بنحمد ربنا قبل ما نخرج بفضيحه، قبل ما نخرج بكارثه كرويه بارقام كبيره. المهم عايز بقى نسمع بقى اللي ماسكين اتحاد الكوره وكابتن حازم وفيتوريا، ايه العذر؟ الرطوبه على الفرق كلها، الناس تعبانه على الفرق كلها. هتقول لي مين؟ صلاح انت ربنا كرمك بعد اصابته. ما انت ايه الشماعه اللي فيتوريا هيطلع يكلمنا فيها؟ منتظرين شماعته ومنتظرين حد يحاسب الناس دي. ده انا بسميه اهدار مال عام. وانت ما بتلعبش كوره، المفروض المنظومه في مصر تتدمر تماما. هاتوا ناس تطلع ناشئين يلعبوا كوره التيكي تاكا في المساحات القليله. يا جماعه احنا في مصر ما عندناش نص ملعب واحد يلعب الكوره يمسك الكوره يستحوذ، ما عندكش باك رايت جامد، ما عندكش باك ليفت، عندك مصطفى محمد ما عندكش راس حربه تاني. بصوا الكوره صح هتلاقي انت ما عندكش فرقه، ما عندكش الا اتنين تلاته لعيبه، باك رايت جامد ما فيش، باك ليفت عصري فتوح ومحمد حمدي بيخبطوا وشفناهم، نص ملعبك واحد يقدر يستحوذ بامكانيات وقدرات حسن عبد ربه ما عندكش، راس حربه تاني زي حسام حسن ولا عماد متعب ولا الناس دي ما فيش، يمكن مصطفى محمد، لكن ما فيش بدايل. الكره المصريه فيها عجز كبير جدا بسبب التطبيل وبسبب ان احنا ساكتين. خساره مستحقه وخروج مستحقه للفراعنه قبل ما نتزل، وخروج بنتيجة كارثية.